اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده خليها سمك ولكن بغير الشكل التقليدي. احنا عارفين عندنا امتحانات في البيت وكل بيت دلوقتي فيه طبعا ظروف ان الاولاد مهتمين بيهم، وده واجب علينا وفرض علينا نهتم باولادنا لان مستقبلنا فيهم. تعالوا مع بعض النهارده من ناحيه الاهتمام من الشيف المغازي، ان انا بعمل لك اكلات قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها نسبه تركيز زي اوميجا 3 اللي بتلعب دور مهم جدا في نسبه التركيز والذاكره واوميجا 3 وايه المنتجات بتاعتها زي سمكه التونه. التونه النهارده معانا لطيفه وجميله، بنشتريها من اي سوبر ماركت، بنشوف تاريخ الصلاحيه، بنختار التونه البيضاء او الحمراء حسب الاختيار. هنعملها سلطه النهارده مع بطاطس، ونخرج من جو البطاطس المقليه، هنعملها بطاطس بوريه مع جرجير في ليفر حلو من زيت الزيتون وعصير الحامض، وفكره جديده تعجب الولاد. معانا النهارده سبيط، بنسال كتير على السوشيال ميديا السبيط المشوي نشويه ازاي؟ اكيد المغازي عنده تركايه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، واخلي السبيط مع حضرتك يستوي بسرعه وفي نفس الوقت يقطم ما يشدش زي الاستك واحنا بناكله. معانا النهارده سمك فيليه قشر بياض. أولادنا بيحبوا السمك بس السمك الردة دايما في فاصل بين الولاد والسمك الردة سواء بلطي أو بوري، فهنأكلهم النهاردة فليه كريسبي بالسمسم، ونشوف الانسجام ما بين السمسم بذور السمسم منتج جيد جدا لأوميجا 3 مع سمك فيليه مقلي كريسبي الأولاد بيحبوه، وأنا شخصيا بحبه لما أكله مع مايونيز أو مع كاتشب بيبقى لطيف وجميل. طبعا السفرة بتاعتي لا تخلو من طبق سلطة خضراء، ممكن إن احنا نتبلها بزيت السمسم، وإحنا عارفين زيت السمسم كمان منتج جيد جدا لأوميجا 3. يعني من الآخر الحلقة النهاردة حلقة فوسفورية بتلعب دور مهم جدا لإنتاج أوميجا 3 لأطفالنا الحلوين اللي بيذاكروا، ودي هدية مني لكل أم عظيمة بتهتم بأولادها اللي هم المستقبل بتاعنا ومستقبل كل أسرة عندها أولاد ومحتاجين إن احنا نهتم بيهم. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أسرار لعمل أكلة سمك النهاردة لطيفة وبسيطة لكل أولادنا. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، خط سير الحلقه النهارده مع بعض، معانا سبيط هنشويه، معانا سمك فيليه مشوي مقلي كريسبي بالسمسم، ومعانا سلطه التونه هنعملها النهارده مع بعض بطريقه جديده تعجب ولادنا ونشد انتباههم على سفره فيها اكله سمك. تعالوا مع بعض هنبدا الاول بالسبيط المشوي بالخضار. مقاديره على الشاشه، حبيت سبيط حلوه لطيفه كده زي اللي معانا دي كده. معانا تشكيله من الخضار، الجزر والكوسه والفلفل الالوان، والالوان مهمه جدا في ان احنا نهتم بيها، سواء فلفل سواء كوسه سواء جزر، ان احنا نخليه يشارك في اكله السمك. احنا واخدين فكره عن اكله السمك ان هي بريئه من الخضار، بنلاقي الخضار ده مثلا مع فراخ مع لحمه، لا خلونا ازاي نشوف ازاي معانا كوسه معانا جزر معانا فلفل الوان معانا بصل ومعانا سبيط سليم زي ما هو. هنشويه ازاي مع بعض وايه التركايه بتاعت المغازي في عمل السبيط المشوي عشان ما يشدش مننا، وعلشان ما ممكن كمان لما بنيجي نعمل السبيط طاجن فاهيتا بنلاقي الخضار مستوي والسبيط مش مستوي، لما نيجي نعمل طاجن سبيط بالطماطم بنلاقي الطماطم متسبكه ولكن السبيط لسه ما كملش سواه. ايه المشكله هنا يا عم الشيف؟ السبيط دايما والكاليماري الاتنين دولت فيهم انسجه مطاطيه زي اي روح، خلي بالك مش معناته ان هي بيضه كده، لا بالعكس فيها طبعا انسجه وفيها طبعا مسام، فلازم ان احنا نقضي عليها مجرد ان احنا نعمل لها الصدمه الناريه في طاسه على النار من غير اي توابل. هنشوف ازاي نعملها مع بعض دلوقتي، بس خلونا اقطع الكوسه كده بشكل حلو كده، الكوسه تقطع بالشكل ده كده. المقادير على الشاشه شفناها صورناها زي الفل تمام، وناخد الجزر ده يتقطع بالشكل ده كده. ده الجديد ان انا اخلي الخضار واحنا في ايام الربيع، عندنا الكوسه وعندنا الجزر وعندنا الفلفل الالوان بالشكل ده كده، اقطعه جوليان، هو ده جوليان يعني رفيع بالشكل ده كده عشان ما ياخدش وقت كتير في السوى. ده بالنسبه للجزر، وبالنسبه للكوسه نفس الطريقه ونفس الفلفل الالوان بالشكل ده كده برضو. خلي بالك لا تعور ايدك. الطريقه دي الاولاد بيحبوها، ولما بقول بنعمل اكله سمك حلوه او بتعملي وجبه
من السمك زي سمك بورة أو بولتي لازم تعمليها بالشكل اللي الأولاد بيحبوها. يعني دايما البوري البولتي لما بنعمله مشوي ردة مفيش بينه وبين الأولاد انسجام، إلا إذا احنا نعمله نخليه، ويا دايما الأولاد يقولك يا ماما اخليه للسمك، طلعي لي اللحم من جوه الردة. كلنا واحنا صغيرين كنا كده ونخاف من الحسك اللي هو الشوك. حلو، عشان كده تلاقي الأولاد يحبوا الجمبري، بسيط وسهل، هي القشرة بنشيلها وناكله على طول زي الفل. كده نقطعت شوية جزر وشوية كوسة، لما نجيب الفلفل الألوان ده كده الأحمر والأخضر بالشكل ده كده، وتقطيعة حلوة. ولكن خلونا نتكلم عن السي فود عموما، لما نيجي نعمله شوربة أو إن احنا ندخله في بعض الطواجن اللي بنعملها، يقول لك طاجن ميكس من السي فود، طاجن سمك، الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. لازم نختار انواع السمك اللي هي بتنسجم مع بعضيها، لان عالم الاسماك ده في البحر عوائل وقبائل. يعني عندك مثلا القشريات زي الجمبري، زي الاستاكوزا، زي الكابوريا، زي بلح البحر والجندفلي، اي حاجه فيها قشريات هو اسمه عالم القشريات. الرخويات اللي هو السبيط زي اللي معانا النهارده، والكاليماري، والاخطبوط. طبعا الاخطبوط ده يعني بيبقاش دايما متواجد عند السماكين، ودول طبعا مع بعض لازم لما نعمل تشكيله السي فود بنجيب السمك الفيليه زي اللي معانا ده كده، او فيليه بولتي، او فيليه مثلا قشر بياض. الخضار ده زي الفل، انا حبيت اقطعه بس في البدايه كده عشان نشوف ازاي التقطيعه اللي بتتم مع السبيط. هنجيب حبايه سبيط حلوه زي دي كده هنتبلها. اللهم صل على النبي. جريلا بتسخن على النار، وناخد حبايه السبيط الحلوه دي معانا اهيت زي الفل بالشكل ده كده. نبص عليها، السبيط في السوق انواع، البعض بيبقى فيه الحبر بتاعه والبعض بيبقى نضيف زي ده كده. بنشيل العين اللي هي السودا اللي من هنا، وحبايه السبيط تبقى نضيفه معانا بالشكل ده كده اللي حضراتكم شايفينه. وانا عاجبني شكلها، نعم يا غالي اهي زي الفل. بخليها هنا كده، اجيبها بالسكينه كده واقطعها كده بشكل حلو عشان الشكل الحلو ده يبان حلو اهو. واجي هنا نفس القصه زي الفل. كل اللي انا هحط عليه توابل ناشفه. توابل من ايه يا عم الشيف؟ شويه ملح، شويه فلفل، شويه زعتر، شويه زيت. اوعى تحط خضار اهو، بابريكا دي على حبايه السبيط اهو بالشكل ده كده، فلفل اسود، الملح بتاعنا، ما حطيتش لا توم ولا بصل ولا فلفل، حطيت توابل بس، توابل مطحونه عاديه، واحط شويه زيت. واخلطهم كده مع حبات السبيط من تحت لفوق. وعند الجريلا شديده الحراره بحط كمان فيها معلقتين زيت، اتاكد ان هي سخنه. سبيط، كاليماري، رخويات بيحتاج مننا جريلا سخنه، لازم الصدمه الناريه للجريلا علشان تستوي بسرعه. بناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف اهي. اللهم صل على النبي، ونحطها هنا زي ما هي كده اهي. حلوه قوي اه. وننزل بالصوص ده كده عليها. الخضار بتاعنا، ركزوا انا شغال ازاي. اخد الخضار، خط سير العمل بالشكل، وانزل بيه هنا كده اهو. اخوانا اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، مخرجنا الجميل اهو، خضار مكان تتبيله الكلمات السبيط اهو بالشكل ده كده. حطيته في قلب الكاسروله، مش اختراع، نفس الكاسروله وكل حاجه جنب بعضيها. اللهم صل على النبي. اقلب كل ده مع بعضه تاني اهو، مكان ما كنت بتبل حبايه السبيط اهو. الخضار معانا اهو زي الفل. حلو قوي. اجهز صينيه ادخلها الفرن دلوقتي، مهم جدا الصينيه تكون حلوه زي دي كده. اللهم صل على النبي، ونحط فيها الخضار ده كده. شفت الجو ده كده اهو، يبقى انا عملت انسجام ما بين تشكيله من الخضار اولادك بيحبوها، وما بين حبايه سبيط حلوه بالشكل ده كده.
عندي بصل، ناخد البصل ده كمان في قلبيها. ايه الصدمه الناريه هنا؟ حبيت السبيط حطيتها على النار من غير اي خضار، من غير اي بصل، من غير اي توم، خدت الصدمه الناريه. شفت الشكل بتاعها اتغير ازاي؟ علشان الانسجه بتاعتها المطاطيه تتقطع. حلو الكلام؟ اه، تجي لها صدمه على طول. اه، البصل ده زي ما هو كده هناخده مع الفلفل الحار ده كده. الاهتمام بوجود خضار كثيف بالوانه الحلوه في اطباق السمك مهم. مدرسه طهويه مختلفه. اه، واستفيد بالخضار ده كده. اه، حلو قوي. اخد الخضار والفرشه الحلوه دي كده. حبيت السبيط اخبارها ايه؟ زي ما هي. نبص عليها بشوكتين كده نقلبها. اه، تعالي يا حلوه. الله، ايه الحلاوه دي؟ كل اللي هنعمله كده بالسكينه. اللهم صل على النبي. اه، شفت الجو ده كده؟ شفت ازاي القطعه ازاي؟ اهي شفت، اهي استوت ولا ما استوتش؟ اهي ما خدتش ثواني اهو. اهي طبعا من اللون الحلو. مجرد ما انا اضرب السكينه فيها زي البطيخه المستويه، البطيخه لما بتجيبها من عند الراجل بتاع الخضار، اول ما بتضرب فيها السكينه مستويه بتلاقيها فتحت قدام عينيك على طول، ما بتتحملش السكينه. اهو الصبيت اهو، ملاحظين حاجه؟ اهو الشكل ده كده زي الفل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هشيلها كده واحطها على الخضار مع البهريز اللي نزل منها في قلب الطاسه. كده انا بشوي صبيت بطريقه جديده. اه، واروق الدنيا كده. شفت كده انا عملت التركايه دي مهمه كده، مش عارف شفتها حضراتكم مع بعض. هاخد الصينيه دي كده زي ما هي باللي فيها والخير اللي فيها والتركايه اللي فيها والخبره الطهويه اللي فيها. ان حبيت الصبيت استوت. الطايم دلوقتي ونسبه الطايم ما بين الخضار اللي في قلب الصينيه مع السبيت اللي خد صدمه ناريه، هندخلها الفرن يا عم الشيف دقائق معدوده بالظبط 20 دقيقه. هتلاقي الخضار ده خد لون واستوى مع حبات السبيت بتاعه لحضراتكم، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله بعد ما تطلع من الفرن. هندخلها الفرن. اه، اللهم صل على النبي. بص عليها النظره الاخيره كده، فرسان التلفزيون المصري. ايه الحلاوه والجمال ده؟ البحر بيتكلم مصري في الفرن. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ولكن قبل الفاصل خلينا ننوه عن حاجه مهمه جدا. انا هعمل دلوقتي فيليه مقلي كريسبي بالسمسم. لما وجود السمسم يتحط ني ولا متحمص مع المقليات سواء فراخ سواء سمك، الكلام ده هنجاوب عليه عملي بعد الفاصل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع سمك فيليه قشر بياض. بنتسال على السوشيال ميديا، شيف مغازي، السمك الفيليه قشر بياض ده بيتجاب منين؟ السمك ده بيتجاب من بعض، ممكن يتعمل بيتجاب طازه، بتجيب السمكه بناخد الفيليه بتاعها وبناخد العظم بتاعها والدوبريه بيتعمل بيه شوربه او الديسك بتاع السي فود عموما يعني، او ان هو بيتباع اكياس مجمده في قلب السوبر ماركت الكبير. يعني بتلاقي اكياس فيليه يقول لك الوزن بعد فك التلج بكذا وصافي كذا والحاجات اللي احنا عارفينها. ولكن النصيحه لحضراتكم لما تيجي تشتري السمك الفيليه، انصحك تجيب البولت بتاعنا بتاع خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا دي كلها. جيبي وزن السمكه من 600 ل 500 جرام وخدي الفيليه بتاعه، ده حلو جدا، ده بطعمه زي العسل. حلو الكلام؟ مش موجود هتجيبي فيليه مجمد زي اللي معايا ده كده. حلو، مفيش اي مشكله. انا جبت النهارده ده اصله لان ده متوفر جدا، ومش هتجيبي السمكه وتسحبيها وتشيل الفيليه بتاعها وفي شوك والجو اللي احنا عارفينه. السمك الفيليه ده ميزته ان هو امن. يعني ايه امن؟ ما فيهوش لحسك ولا شوك. انا هعمله النهارده مقلي كريسبي. ازاي؟ نشوف هنعمله مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. لاول حاجه هنقطعه تقطيعه المعتاده اللي هو الفينجر كده صوابع يعني. حلو الكلام؟ والزيت بتاعنا اخباره ايه؟ بيسخن زي الفل. حلو؟ اه، ادي السمك كده بالشكل ده كده يتقطع. سكينه حاميه. انسجه السمك ما بتتحملش السكينه البارده، خلي بالك، ولا اي فيليه بيتحمل السكينه البارده سواء فيليه الفراخ او السمك. شايفه كده التقطيعه دي؟ السكينه تنزل كده ولازم تكون سكينه عريضه. اه، شايفه الجو ده كده اهو.
زي الفل. أصابع بالشكل ده كده. الأولاد بيحبوا الحاجات دي أوي على فكرة. ولازم يتقطع في الاتجاه ده الأنسجة بتاعته. يعني ما ينفعش إن أنا أقطعها بالطول، أقطعها كده بالشكل ده كده. أهو. علشان أحافظ على شكل السمك الفيليه بعد تحميره. الفيليه بالشكل ده كده حلو أوي. هنعمل إيه بقى؟ هنحط عليه التوابل. عندنا توم طازة. حلو. يتفرم التوم ناعم بالشكل ده كده. معايا عود روزماري. جودي بقى. يعني ممكن السمك ده احنا بناكله مثلا في بعض المحلات مش بالشكل ده خالص، انت بتعمليه في البيت. الروزماري ده لما يبقى مع السمك الفيليه بتاعنا وفي الخلطه اللي احنا هنعملها دلوقتي هيبقى لطيف جدا على فكره، وخاصه بعد التحمير. شويه زعتر حلوين. ده على وش السمك. الشمر مع البودر البصل والبودر التوم هيتحط مع خلطه الكريسبي او الخلطه التوبنج بتاعنا بتاع السمك. اهو الشمر ده اللي هي بذور الشبت المطحونه الناعمه، دي بتجاب من عند العطار، دي مهمه جدا والسي فود بيحبها. شمر ناعم، توم باودر، بصل باودر، لسه الكلام جاي عنه بعد شويه، ولكن خلونا نتكلم دلوقتي. انا تبلت السمك بالشكل ده كده، حضراتكم شايفين الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، مهم جدا عشان الزفاره اللي موجوده في السمك اذا في زفاره بالشكل ده كده، حلو الكلام؟ هنحط عليه عصره ليمون. طب كريسبي دي تيجي ازاي؟ ما انا لو حطيته في دقيق ولا بقسماط، السمك الفيليه احنا واخدين فكره عنه بعد ما بيتحمر بيبقى طري، وبعض الناس بتشوف بينزل منه سوائل كده ومبقاش لطيف. طب انا اتلاشى الموضوع ازاي؟ فين الخبره الطهويه بتاعتك هنا يا مغازي؟ سماحس معانا من النشا، شفت الخلطه دي كده؟ معانا من النشا هنا لتقريبا كيلو سمك فيليه بنحط معلقتين كبار من النشا. ونمسك السمك ده نغلفه بالنشا، دي اول خطوه كده. انا في الامان. السلاح قوي هنا. بس خلاص، واسيبه كده زي الفل. تمام، في قلب النشا. بس خلاص، النشا هنا ده لعب دور مهم، خلى التوابل اللي انا تبلت بيها السمك الفيليه التصقت وانسجمت واتعرفت على السمك الفيليه، وضمنت ان هي مش هتنزل من السمكه وجود غير الدقيق. النشا احنا عارفين كلنا ان هو دقيق الذره المطحون ناعم بقى بالشكل ده كده، حلو قوي. تعالوا بقى نعمل الايه؟ الخلطه بتاعتنا اللطيفه الحلوه سريعا كده مع بعض علشان نشوف ازاي يبقى معانا كريسبي. الزيت معانا احنا مأمنين عليه وزي الفل. بنحط من الحليب ربع كوب، حلو قوي. ونحط بيضه واحده كده بالشكل ده كده، حلو. بشوكه كده ونقلبهم مع بعض. وجود السمسم ني هنا يعني ني يا شيف، نجيب السمسم اللي مش متحمر اللي هو لونه ابيض اهو، كاننا بنعمل كحك العيد. حطيت شويه سمسم بايدي كده علشان اوميجا 3 تبقى هنا قويه في قلب الاكله بتاعتي، حلو الكلام. حطيتهم على البيض والحليب، ركزوا معايا. ونحط شويه فلفل اسود كده على البيض علشان لو في زفاره بيض طالع من الثلاجه، بيض مثلا اهو في شويه زفاره وارد، شويه الفلفل دول مهمين جدا. قلبناهم مع بعض كده. حلو قوي. هناخد السمك بتاعنا ده كده اللي احنا عملناه بالشكل ده كده، نسقطه في قلب الخلطه دي كده ونسيبه بقى شويه. النشا مع التتبيله بتاعتي. الجو ده ما زي الفل. واقلبه، حلو الكلام، واركنه على جنب. ونعمل التوبنج بتاعنا اللي هو اتكلمنا عنه من شويه، بقسماط، دقيق، توم باودر، بصل باودر. شفت الخلطه دي مهمه جدا، واخليها على جنب، خليها في الثلاجه مفيش مشكله، الجو حر في المطبخ في البيت حطها في الثلاجه بس خلاص. السمك هنا بيشرب منها وفي انسجام دلوقتي، هنخليها كده ونشيل الحاجه دي من هنا ونوسع لنفسنا كده ونشوف ازاي هنعمل. نشوف ازاي. على فكره عايز انوه عن حاجه، واحنا الكلام ده اتكلمنا عنه كتير، احنا بعد اللايف بتاعنا وبعد الهواء مباشره بعد الحلقه ما بتخلص احنا لايف مع بعض لمده دقيقتين لثلاث دقائق لغايه الوقت يسع معانا ان شاء الله، وبنجاوب على كل الاسئله. سلطه الطحينه وارد ان هي تكون مع اكله السمك بتاعه النهارده، ولكن انا معايا النهارده مايونيز لان الاولاد بيحبوا الكاتشب والمايونيز مع السمك الكريسبي اللي انا عامله النهارده، وممكن تكليب الطحينه ما فيش اي مشكله. عندي بقسماط، بعمل التوبنج بتاع الايه؟ الكريسبي. بقسماط بحط عليه توم باودر معلقه، بصل باودر معلقه، شمر ناعم مطحون جيد جدا ربع معلقه بالشكل ده كده، حلو الكلام.
معانا من السمسم معلقتين اوميجا 3، معانا من الدقيق معلقتين. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. معانا من، اكتبي ورايا الحاجات دي مهمه جدا على فكره، معانا من البابريكا شويه، معانا من الزعتر شويه، ونقلب دول كلهم مع بعض، وشويه ملح صغيرين كده علشان تبقى الخلطه لطيفه وحلوه، ونقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. يطلع السمك من قلب الكسرله ينزل في الخلطه دي يا عم الشيف، ومن الخلطه دي يعوم في قلب الزيت، زيت غزير كانك بتحمري طعميه، بنحمره ويطلع من قلب الزيت بعد التحمير عصره ليمون، شويه كاتشب، شويه مايونيز يا عم محمود. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ السمك الفيليه بتاعنا حطيت عليه السمسم، حطيت عليه الخلطه، التوبنج اللي قبل الكريسبي اللي هو عباره عن توم روزماري، كل ده مع بعضه، ونحطهم كده في قلب الخلطه الحلوه دي كده. ولكن ملاحظين حاجه هنا، مخرجنا بيسال ما حطيتش، لا شفتكش اللي حطيت لا زبده ولا سمنه ولا زيت كالعاده، الناس اللي ما بتتبل بتحط، لا قاعده المغازي بتقول ايه، واكتبيها على باب الثلاجه من فوق كده جنب ماركه الثلاجه عشان ما تنساهاش او الموديل بتاعها، ممنوع منعا باتا اضافه اي ماده دهنيه في حاله ان انا اعمل اي انواع بانيه، سواء سمك سواء فراخ سواء لحم سواء اي اسكالوبات. ادي السمك اهو بالشكل ده كده، والسر في الكريسب هنا والقرمشه، معلقتين النشا اللي انا حطيتهم في البدايه خالص، واجيبها كده اهو وانا شغال، كل واحده كده امسكها بين ايديا اديها شكل حلو، البصمه ده الطبيعي اللي احنا بنشوفه علشان زي ما بنعمل مع الجمبري كده ياخد الشكل بتاعه. والزيت عندي شديد الحرارة، طبعا مخرجنا طالب ان انا اطلع فاصل. عيني، حاضر يا غالي، والله انا قلبي بيحس بيك. بالشكل ده كده اهو، لازم ان هي تعدي على ايدي لازم ليه يا شيف؟ علشان اعمل عملية انسجام ما بين التتبيلة اللي انا حطيتها في البداية خالص وما بين التوبنج اللي هو البقسماط والتوم الباودر والبصل الباودر. انا عايزك النهارده تعملي لاولادك السمك ده كده، ممكن تعمليه جمبري، اي نوع سمك فيليه بالشكل ده كده. اخبار الزيت ايه؟ يا نعم، سؤال تاني من الكنترول. انا مش عارف الكنترول عايز ينافسني في المطبخ ولا ايه الحكايه. يا شيف بوغازي، ينفع اعمل ده واشيله في الديب فريزر يتخزن؟ علشان انا موظفه وبشتغل وما عنديش وقت. وارد، اعمليه وبنفس الطريقه دي تحطيه في طبق اللي هو طبق الثلاجه، طبق الفوم اللي بتحفظ فيه التلج الاكل، وترصيه كده وبين كل طبقه وطبقه طبقه رابل او البلاستيك علشان ما يلزقوش في بعض، وتحطهم في تبريد عالي جدا. بتحفظي سمك فيليه او جمبري في فريزر لازم تكون درجه التبريد 20 تحت الصفر، علشان السمك ده بالذات لما يكون واخد التوبنج بتاعه ما يسحش مننا الخلطه وتنزل من السمك ويبقى شكلنا وحش. هنبدا نعمل ايه يا عم الشيف؟ بنرفع كده وبنبدا ان احنا نرص البتاع بتاعتنا اللي هي المصفى، وندخل كده السمك بالشكل ده كده. ايه رايكم بقى تسيبوني ان انا كده املى المصفى بتاعتي علشان نرجع بعد الفاصل؟ مش هنزل بيه في قلب الزيت، والله ما هنزل بيه غير بعد الفاصل. سيبونا ارص رصه حلوه كده، وبعد الفاصل نشوف اسرار عمل سمك فيليه قشر بياض كريسبي بالسمسم لاولادنا اللي بيمتحنوا، وربنا يوفق لكل اولادنا وينجحوا ان شاء الله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ونشوف مع بعض اسرار عمل السمك الفيليه كريسبي. السمك بيعوم اهو، السمك بيعوم ثلاث مرات بين ايديا. الله عليك يا عم الشيف لما تكون رايق. السمك بيعوم ثلاث مرات، المقلي بالذات يعني انا اقصد، بين ايديا.
المره الاولى في التوبنج والتتبيله اللي بعملها، المره الثانيه في قلب الزيت اللي انا بحمره دلوقتي، المره الثالثه حد يقول لي فين بقى؟ لا مش في البحر، لا في المعده. ايوه ايوه، ان انا التهمه يعني. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف السمك الفيليه بتاعنا. لو ملاحظين حاجه هنا انا ما قلبتوش كتير. طب هتقولي لي دلوقتي يا شيف مغازة الله يرضى عليك يا ابني انا ما عنديش القلايه اللي بتحمر فيها، انت راجل مقتدر وانا ما عنديش. وارد، احنا ممكن نقول كده. في قلب الطاسه على عين البوتاجاز، سواء بوتاجاز تاتش او بوتاجاز عادي، بتحطي فيها كميه زيت ويكون زيت غزير، وتجيبي طاسه اللي بتحمري فيها البطاطس المقليه بس، اهو الموضوع مش اختراع ولا حاجه، وتحمريه بنفس الطريقه. حلو الكلام. دلوقتي اخترعوا حاجه لطيفه قوي، تبقى في مصفه في قلب الطاسه زي دي كده بس على عين البوتاجاز، تحطي وتحمري فيها وتشيليها كده وتنططيه زي ما انا بنططها اهو بالشكل ده كده اهو. الموضوع لذيذ، لسه ما استواش، انا لسه هخليه في الزيت كده نفس القصه. حلو الكلام. ولكن خلونا على ما نطلع السمك الفيليه من قلب الزيت، نشوف مع بعض اخبار الكاليماري او اخبار السبيت المشوي فين، وده مهم جدا. خلونا نطلعها مع بعض كده من الفرن، اخبارها ايه؟ يا مدام منى ازيك؟ مدام منى هترجع لنا تاني. مدام منى ايه اخبار السمك؟ اوبا كاليماري استوى استوى وبيناديني، اللهم صل على النبي. هو ده، هنخليه هنا كده علشان لينا برضو طريقه في التقديم. خلي بالكم، الموضوع ما اقتصرش على ان هو الفرن وبس، لا لسه دلوقتي هنشوف هنعمل فيه ايه. ايه الاخبار؟ هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص كالعاده، ونحط شويه خضره تحت السمك المقلي كده. انا بحب دايما نعناع اخضر، بقدونس، الحاجات اللطيفة الحلوة دي كده، وجو الخضار ده بيدي جو من السعادة والبهجة. ولكن المعلومة اللي عايز أقولها، ما ينفعش إن أنا أي مقليات سواء جمبري سواء فيليه أغطيه بعد ما يتحمر خالص. يعني ليه يا شيف؟ علشان ما ينفعش إن أنا أغطي المقليات. أنا عايز الإخراج الجميل وحبايبي الإبداع والأساتذة المصورين فرسان التلفزيون المصري طلب يعني مخصوص نجيب تفاصيل السمسم الجميل اللي هو اوميجا 3. السمك وبناكله كل يوم، بس وجود سمسم بكثافه كده، يعني انا ولادي باكلهم اوميجا 3 بطريقه غير مباشره، لان احنا في الايام دي عندنا ولاد بتمتحن، وانا بهدي الحلقه دي النهارده وان شاء الله باذن الله بتتعاد يوم الجمعه غنيه جدا باوميجا 3، وهتبقى اغنى واغنى لما هعمل دلوقتي طبق سلطه من التونه، طبقات التونه ما بين الجرجير ما بين البطاطس. شايفين التحميره دي؟ اللهم صل على النبي. اللي تحت زي اللي فوق، والسمسم بتفاصيله في قلب السمك الفيليه، سواء في التوبنج الاول او في التوبنج الثاني. ايه الاول؟ اللي كان البيض والحليب مع التوم، والثاني اللي هو البقسماط مع التوم البودر والشمر والبصل. هرم اهوت من السمك. في حاجه ثانيه هنا؟ خلص الكلام. على فين يا عم الشيف؟ هنقدمه هنا زي الفل. اللهم صل على النبي. عندك ليمون مثلا، حطي شرايح من الليمون بتبقى لطيفه وحلوه. فين اللي اهو زي دي كده بناخدها. حلو الكلام. الله، يعني مثلا عايزه تعصري ليمون على السمك، انا بحب دايما الليمون يتعصر على السمك بمجرد ما يطلع من النار اهو زي ده كده. والبرزنتيشن مطلوب على فكره، السمك دلع والليمون اهو. خلاص تعالوا نشوف السبيت هنعمل فيه ايه اللي احنا شويناه من شويه. نخلي التونه هنا معلش. اول حاجه هعملها نعمل لك فقره تشتري صح. عملت ايه يا شيف؟ احنا بنقول المطبخ رؤيه وفن وابداع، الكلام ده مش من الفراغ، دي خبره السنين. جيب لي الحاجات الحلوه دي يا فاروق، الله ربنا يكرمك وتزور النبي يا راجل يا طيب، ابوس ايدك. شايفين الخلطه الحلوه دي كده اهي في قلب كده؟ انا عايزهم كده. هنزل عليهم بزبده بشويه نشا صغيرين، واعمل قوام جميل جدا من الصوص ده كده ينزل على وش الخضار مع السبيت، علشان لما اجي اكل يبقى فيه تثبيته حلوه كده من الخضار. الخضار ده ينزل هنا كده. ادي الخضار. الله، انا هاكل الخضار واسيب السبيت للضيوف. حلو قوي، شفت الشكل الحلو ده كده؟
صبيت مشوي على طريقة المغازي. حلوة تمام. هناخد الصبيت اللي معانا ده كده بسكينة حلوة. اللهم صل على النبي. ونبدأ إن احنا نحمره، نقطعه بالسكينة. أنا آسف. لا جيب السكينة بقى وجيب التفاصيل، وأنا معايا فرسان التلفزيون المصري الأساتذة المصورين، نشوف الإيه الصبيت بيتقطع إزاي مع السكينة. والله العظيم ما بدوس عليها، هي السكينة تقلها ماشية على الصبيطة بتستوي. هي ماشية لوحدها. شايفين؟ يمكن لو بقطع بطاطس هاخد مجهود أكتر. شفت؟ حلو قوي. ونيجي عند الراس الحلوة دي كده. يا ويلي يا ويلي. ده حطها زي ما هي كده، انا عايزها كده بشكلها حلو. وناخد الصبيط الحلو ده كده. يا ولا معايا انت حبيبي، حبيب والديك. انا حطيت الصوص اللي نزل من المشوي، الشوربه اللي نزلت من الخضار مع الصبيط حطيته في قلب الطاسه، وحطيت مكعبين من الزبده. حلو الكلام. وهحط على الزبده والصوص ده شويه كرفس حلوين كده. حلو الكلام. وعندي معلقتين من النشا بحط عليهم شويه ميه صغيرين، واقلبهم كده، واعمل شويه صوص لطاف واخدين طعم الايه المشوي. يلا هو ده. خلص الكلام. شايف القوام ده كده؟ هو ده. اللهم صل على النبي. وناخد معلقتين حلوين كده من المايونيز ده كده. ده على فين يا شيف؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. على فين؟ هو ده. على فين؟ يلا الاساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري هنا. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ صبيت مشوي وحقوق الطبع لدينا وبس. الف هنا وشفاء للي ياكل. تمام. وعندنا الفيليه بتاعنا زي الفل. هنعمل دلوقتي مع بعض سلطه اسمها قالب التونه بالبطاطس. شوف نعملها مع بعض ازاي. هنجيب قالب حلو زي ده كده على شكل قلب. اللهم صل على النبي. وعندنا بطاطس مسلوقه. نشوف المقادير يا شباب. المقادير على الشاشه بعد اذن حضراتكم. انا اسف. مقادير قالب البطاطس بالتونه، المقادير على الشاشه. قالب على شكل قلب بنهديه لكل الساده المشاهدين، بنحبكم. معانا جزر مبشور، معانا بطاطس مهروسه مسلوكه مسبقا بالقشره بتاعتها بعد ما بردت، شلنا القشره وهرسناها، دي البطاطس. ومعانا تونه اهي، هحطها هنا علشان تشوفوها حضراتكم. ومعانا بقدونس، ومعانا بصل مفروم ناعم، ومعانا عصير ليمون، ومعانا زيت زيتون. حلو الكلام. معانا من الطايم قد ايه يا مخرجنا يا جميل حبيب والديك؟ حلو الكلام. هناخد البطاطس دي كده، ننزل بقى هنا ادلعها بقى. حلو. دلعها يعني ايه يا شيف؟ هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنحط عليها شويه بقدونس حلوين. حلو الكلام. انا حطيت ايه دلوقتي على البطاطس؟ حطيت عليها بقدونس، شويه زيت زيتون، فص ثوم ناعم، عصره ليمون. هيئتها. لما تيجي تسوي البطاطس دي لاولادك وعلى مسؤوليتي انا، البطاطس ما بتخنش خالص، خلي بالك، غنيه بالكربوهيدرات والنشويات، واحنا عارفين الرياضيين والاطفال يحبوا الكربوهيدرات عشان بيبذلوا مجهود وعندهم طاقه، فاكلهم بطاطس وبلاش المتحمره يا امي يا خالتي يا كل ام عندك طفل، خففي من قلي البطاطس لاولادك. انا بحبها كده اهي زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هي كده اهو، باخد ده كده واحطه هنا في القلب. ليه القلب ده كده؟ هجيبه كده هنا. حلو معانا اهو زي الفل. تمام اهو. دي بطاطس زي الفل اهي، وبطاطس وتونه بس هنقدمها بشكل جديد. حلو. نجيب جرجير. اللهم صل على النبي. هنربط الجرجير بالبطاطس والتونه عشان في اطفال مش بيحبوا الجرجير، نقوم نعمل لهم كمين. حلو الكلام. الكمين ده ايه بقى؟ هيلاقوا جرجير بعد ما ياكلوا ويستطعموا هيقولوا يا ماما تسلم ايديك. انا سبت السلطه للاخر عشان اعملها بمزاج ونشتغل فيها على قد الوقت بتاعنا. يعني لو قلت لي الحلقه خلصت هتلاقيني قفلت طبق السلطه ده، لو قلت لي معاك ساعه هتلاقيني شغال في طبق السلطه ده، لو قلت لي معاك 20 دقيقه هتلاقيني شغال في طبق السلطه ده. يعني عايز اوصل معلومه للساده المشاهدين، طبق السلطه لوحه فنيه، طول ما احنا معانا وقت ومعانا خيال
ومعانا انسجام احنا بنضيف فيه الوان وبنضيف فيه مشاعر وبنضيف فيه انسانيات لطيفه جميله جدا على فكره. رسام يعني من الاخر. بعد الحلقه يا علي تابع معايا اللايف هعمل لك احلى بطاطس كروكيت. شفت انا عملت ايه؟ يا مزاجك يا شيف. شفتي بعمل ببني هرم من القلب. ما بينهم جزر وجرجير، وحطيت الجزر مع الجرجير اللي هي مغازي. الجرجير بطبيعته في حموضه شويه وسبايس شويه، هو ده كده ربنا خلقه كده. فانا حطيت الجرجير كماده سكريه لطيف وجميل عشان الاطفال ياكلوا من السلطه دي كده، لان الحلقه دي انا بهديها للاطفال اللي بيمتحنوا، وعشان كده هنعيدها يوم الجمعه ان شاء الله. شفت انا بعمل ايه؟ بسويها كده. فين التونه يا مغازي؟ اصبر على رزق. بسويها كده تمام. هاخد التونه اللي عندنا دي كده، دي تونه اهي. هنعمل فيها ايه؟ هنضيف لها اللمسات السحريه. دي تونه هناخدها زي ما هي كده في البوله اهي. صف الزيت منها سنة شبت صغيرة بتديها طعم، شوية مايونيز مع التونة بتديها طعم. حلو الكلام اهو. وسنة جرجير كده حلوة، ونقلبها مع بعض كده اهو بالشكل ده كده. دي تونة، عصرة ليمون، بلاش تحط زيت لأن هي بتبقى فيها زيت. هناخد التونة زي ما هي كده اهي اهي اهي. ايه يا ويلي، ايه الصورة الحلوة دي كده؟ الله على الاخراج والاساتذه المصورين حبايب. التونه تنزل في قلب القالب. عملتها قبل كده لاولادك ديت؟ والله اذا انت عملتيها تبقى انت اشطر مني. ما عملتهاش جربيها. في ديمقراطيه هنا. عملتيها انت احسن مني، سبقتيني يعني من الاخر. ما عملتهاش اعمليها لاولادك النهارده. عينيا يا غالي. انا خلصت خلاص. انا بضيع. انا قلت لك ايه يا غالي؟ قلت لك لو قلت لي معاك ساعة هتلاقيني شغال في طبق السلطة ده، معاك يوم هتلاقيني شغال فيه، لوحة فنية، أنا ممكن أرسم عليها اسمي دلوقتي، خلي بالك، معانا وقت. قلت لي لم الدنيا هتلاقيني خلاص أنا قفلت الحلقة، هناخد بطاطس زي دي كده ونحطها على الوش كده رقة صغيرة جدا، يبان خيال التونة من تحت، خالص، شكل جمالي كده، وهغرفها في طبق دلوقتي على شكل قلب، كأني بعمل كيكة يعني، بالاسبانيولا دي كده وانا شغالها. اقول لكم المخرج قال ايه؟ والله العظيم على السوشيال ميديا هتبهدلوا الدنيا. انت عارفين بيقول لي تدخلها النار؟ خش النار يا ويلي. انت مكانك الاخراج بس، متكلمش بس، اخراج ببخت المدام بيك، هتاكل كل حاجه حلوه تسلم ايدك يا مدام. الراجل اللي بيفهم في المطبخ واللي فاهم في تفاصيل المطبخ واللي بيتابع الشيف المغازي، خلي بالك ده بيخاف منه. ليه بقى؟ مش اي حاجه ياكلها. ياني هشيل ده كده ونحط ده هنا ونوسع الدنيا دي من هنا علشان نشوف الصوره حلوه. حلو. المخرج بيقول لي نحطها في النار. لو سمعك الاستاذ احمد عوض دلوقتي مش هيخليك تخرج بعد كده. لا مش بسيح والله، اصل السؤال بيقول لي نحطها في، يعني انا حاطط جرجير وجزر وتونه وبطاطس، بس هتحط في النار ليه؟ قول لي انت بس. خلاص يا عم انا اهو. بص يا باشا بعد الحلقه هيحلى الكلام. هنشيل القالب ده كده. ايه الجمال ده؟ هو ده. ايه ده؟ لا جيب لي التفاصيل بقى، العب في حتتك بقى اخراجيا بقى. جيبها لي من الجنب، من الزاويه اللي انت حاببها. شوف تفاصيل الجزر مع الجرجير، شوف التونه، شوف البطاطس شكلها متغير. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اقدمها كده زي الفل، وعود روزماري حلو كده نزرعه في قلبيها. حلقه النهارده فيها خبره طهويه، فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه. طلعنا بان احنا ممكن نعمل سمك فيليه كريسب لاولادنا بطريقه جديده ويبقى لطيف وجميل، ونقدر نستفيد باوميجا 3 اللي موجوده في السمسم وبذور السمسم. عملنا النهارده سبيت مشوي بطريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس مع الشيف المغازي. عملنا سلطه لطيفه وجميله لاولادنا الحلوين، ونشجعهم ان احنا معاكم قلبا وقالبا باللي احنا نملكه، ان احنا في المطبخ معاكم بنعمل الحاجات الحلوه اللي بتحبوها علشان اولادنا اللي بيمتحنوا ربنا يوفقهم ان شاء الله. رؤيه فن ابداع
بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا أبو غازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.